أنا عبد القادر الحنفي، عضو الجمعية التعاونية لبناء المساكن بهيئة الأوقاف المصرية في الدقي. أنا حاليا على المعاش، يعني الجمعية دي جمعية فئوية خاصة فقط بالعاملين. حصل في 92 على قطعة أرض لصالح الأعضاء من هيئة الأوقاف، مساحتها 13 فدان ونص عشان توزعها على الأعضاء وفقا لقانون التعاونية 14 ل 81. بدأت تعمل الإعلان وتلقت المقدم بتاع الأرض وبدأت تعمل إجراءاتها المفترض إنها عشان تسلم الأرض للأعضاء. اللي حصل من 92 حتى 2003 والجمعية أو مجلس إدارة الجمعية بيدعي إن هو بيعمل إجراءات لتسليم الأرض، إنه يبورها، لأنه وفقا لمفهومه هو أو ما يدعيه إن هذه الأرض لا يمكن تقسيمها وتسليمها للأعضاء إلا إذا تم تبوير. أيما كان الأمر مدى صحة ده وإيه سنده فيه ده مش معروف. 2003 ومع أن الأرض ما كانتش اتبورت بدأ يحرر عقود على المشاع ل 135 عضو. ولما الناس اتقدمت لل 13 فدان ونص، الأرض دي بتقع طبعا في شبرا الخيمة خلف اسم شبرا الخيمة تاني، بما يعني ال 13 فدان ونص على 135 إن نصيب أو حصة العضو الواحد 420 متر. تمام. في 2003 فجأة ظهر ان مجلس الإدارة بيفضل انه حرر عقود، وحرر عقود فعلا للأعضاء وابتدى يسلمها لهم، عقود على المشاع بما يعادل 1 على 135 لكل عضو. عود على بالبحث المشاة، يعني مفيش حد عارف أرضه ما فين، حدش يعرف ارضه فين، ما وبرضه يسلمش. ولا يمكنه برضه انه يتصرف فيها. يعني انا بقول له تعالى اوكي انت ما عندي، اديني اعمل لي اجراءات محضر تسليم وتسلم، سلمني انا والاعضاء. يعني هو المفروض لو كل لو انتوا عددكم زي ما انت بتقول 35، يبقى كل واحد 420 متر. بالظبط كده. ماشي. ال 420 متر دول انت ما تعرفهمش فين، ولا جاتهم ايه، ولا محددين لا، ولا اي حاجه، وانا ده المشا. موافق برضو ان يجي لي على الارض ويقول لي ايه تعالى اعمل محضر تسليم وتسلم وانتوا تصرفوا مع بعض. تمام. انا موافق، لكن هو برضو ما يمكنيش بكده. الغايه تبينت فيما بعد ان الغرض من تحرير عقد في 2003 للاعضاء، لكل عضو عقد، انه بمقتضى هذا العقد جاب لهم تاجر اراضي وقال لهم اعملوا له عقود، اعملوا له توكيلات خاصه بموجبها يبقى له الحق في ان هو يبيع لنفسه وللغير قطعه الارض دي وعلى المشاع. طب بناء على ان هو يبيع لغيره ما فيش مشكله خالص، ما هي حيله ثغره من الثغرات اللي موجوده في قوانيننا معظمها يعني. طب هو لما هيبيع لغيره، طيب يعني هو بيدي فلوس للناس عشان الناس تسيب الارض دي وخلاص، ما لهمش علاقة بيها ولا كده؟ طبعا طبعا، هو هيستطيع مع تاجر الاراضي يسر له كل الاجراءات فيما بعد. طب وده قانون ان هو يبيع لتاجر لا لا اراضي؟ لا، وفقا للقانون 14 لسنة 81 لا يجوز البيع للغير الا وفقا لاجراءات يعني يطول شرحها. منها على سبيل المثال انه لا يجوز لعضو الجمعيه انه يبيع للغير اذا ما رغب في ذلك في اي شيء يحصل عليه من الجمعيه الا اذا اخطر الجمعيه. وعلى الجمعيه في الحاله دي انها تخطر باقي الاعضاء اللي عليهم الدور اللي ما استفادوش من الجمعيه. طب هل الإجراءات دي اتنفذت ولا مفيش أي؟ لا، لم تنفذ اي اجراءات. الطريق القانون ده بعيد خالص عنه. رئيس الجمعية اللي من سنة 92 لحد الفترة دي هو ولا لا 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 لا، تغير لكن الأعضاء بتنوع مين يعني. اللي مين اللي الأحداث دي بتدور، يعني أو المشكلة دي بتدور السكرتير الجمعية ولا أمينها العام هو الرئيس الحالي للجمعية اسمه بخيت محمود محمدين، يعني واخد هو بال؟ المشكلة كلها مع دلوقتي؟ طبعا طبعا، واخد بال حضرتك. تبين أن الغرض من تحرير هذه العقود ان الراجل يستولى عليها، وطبعا في وسائل ضغط على الأعضاء انه يبيعوا للغير ودون اتباع الإجراءات القانونية. منها انه بيطالبوا الأرض متاخده بالقسط، انه يطالبوا بالقسط، يضغط عليه ككارت انه لازم تسدد القسط وإلا لازم تبيع. واحد اتنين أربعة من أعضاء مجلس الإدارة كانوا قدوة للأعضاء ال 135، راحوا باعوا لتاجر الأراضي فبقوا لازم يقتدوا بيهم. يقول لك مش معقول عضو مجلس إدارة بيخالف القانون يبقى راجل مأمن نفسه وقانونه.